وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أبو ظبي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي النعيمي عبر الهاتف. دكتور نعيمي، بداية، البحرين، السعودية والسودان أيضا أعلنوا قطع علاقاتهم مع إيران، هذا وأعلنت دولة الإمارات الشقيقة تخفيض المستوى الدبلوماسي مع طهران. دكتور، إلى أي سياق ترى هذا التوافق العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا أحيي الحقيقة يعني جلالة الملك حمد والحكومة البحرينية على اتخاذ هذا الموقف الشجاع اللي يتناغم الحقيقة مع قضية الحفاظ على الأمن الوطني لدول الخليج والأمن القومي العربي أيضا في سياقه العام. نحن صبرنا على إيران كثير، وهذا النظام الحقيقة نظام غير مسؤول، نظام لا يلتزم لا بالأعراف ولا بالقوانين الدولية. سجلنا نحن الآن نتحدث عن أمرين، الأمر الأول احترام معاهدة فيينا. نجد أن هذا النظام منذ أن وصل إلى الحكم سنة 1979 وهو لا يلتزم أبدا بهذا، سبق لأن اعتدى على السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، وأخيرا السفارة السعودية والقنصلية السعودية. نعم. بمعنى أنه نظرتي إلى الالتزامات الدولية يعني التزامات غير جادة، غير حقيقية، لا يؤمن بها، ولا يعتبر يعني كنظام مسؤول عن أن له دور إيجابي في المجتمع الدولي. هذا الجانب الأول. نعم. الجانب الثاني أن هذا النظام منذ أن وصل هو صانع الإرهاب. يعني نحن نتكلم أحيانا عن جماعات وأحزاب إرهابية، لكن لدينا الآن نظام دولة، نظام يعني ينشر الإرهاب في المنطقة، يؤجج الإرهاب. حزب الله نموذج. نعم دكتور، في سياق ما تذكره الآن، يعني كما تقول إيران مصنفة بدولة راعية للإرهاب وتشهد يعني نسب إعدام تعتبر الأعلى على مستوى العالم، طبعا هذا وفقا لتقارير الأمم المتحدة. باعتقادك دكتور، ماذا تهدف إيران من تصريحاتها وأيضا تصرفاتها العدائية مع دول المجلس؟ أنا أعتقد أولا أن النظام يقوم على عقيدة تتعلق بالولي الفقيه، وهذه منذ أن وصل إلى الحكم تبنوا هذا المفهوم في الحكم، تبنوا أيضا مشروع تصدير الثورات، ولذلك أنشأوا حزب الله في لبنان، أنشأوا حزب الله في الحجاز، أنشأوا حزب الله في دول الخليج، أخيرا حتى في نيجيريا وصلوا، والحكومة النيجيرية اتخذت قرار، فهم لهم هدف. لكن التحرك الأخير الآن، أنا أعتقد أن إيران مقبلة على انتخابات، والمتشددين في النظام الإيراني استشعروا أن الشعب الإيراني قد تكون له توجهات أخرى، ولذلك بدأوا بتصدير أزمة داخلية تتعلق بنتائج الانتخابات إلى الخارج باستهداف دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، من أجل أن صنع أزمة يلتف حول الإيرانيين حول النظام. نعم. ولذلك أنت لما تأتي الآن يعني لما يدافعون عن هذا الإرهابي النمر، نحن نقول لهم طيب هناك مهدي كروبي، مهدي كروبي مرجع ديني وطني إيراني، طيب هذا الإنسان لأن يخالف هذا النظام، هذا الإنسان في إقامة جبرية، ممنوع الاتصال، ممنوع من العلاج، ممنوع أسرته من زيارته. نعم. وهو مرجع شيعي معتبر. فالقضية نحن يجب أن نضعها في سياق أن هذا النظام نظام يصنع الأزمة. طيب دكتور، سواء داخليا أو خارجيا. دكتور نعيمي، الآن يعني كما يعلم الجميع الأطماع الإيرانية في المنطقة ليست جديدة لكن تأخذ أشكال مختلفة، هي المسؤولة أيضا عن قتل وتشريد عشرات الآلاف بل ملايين في سوريا، في العراق، في اليمن أيضا. ما هو المطلوب دكتور نعيمي لوضع حد لهذه التدخلات وأيضا مواجهة هذه الأطماع في المنطقة؟ أنا أعتقد قرار خادم الحرمين الملك سلمان بقطع العلاقات مع إيران يحمل رسالة للشعوب العربية أن نحن سنحمي أمننا الوطني، أن نحن صبرنا قد نفذ، في أن نحن كنا نتمنى ونرجو أن عقلاء إيران يكبحوا هذه النزعة الإرهابية في النظام ويلتزموا بالأعراف الدولية وبحسن الجوار. ولذلك الآن رسالة بدأت تنتشر حول العالم. نعم. أن نحن إيران هذا النظام نظام لا يفهم إلا المواجهة. نعم. وإلا الحزم معه، ولذلك نحن الآن مطالبون، أنا أعتقد مش حكومات إنما كشعوب، أن نحن الآن أن نتحدث بصوت عالي أننا مع قرارات قياداتنا، وأننا نلتف حول المشروع حماية الأمن الوطني لدولنا والأمن الخليجي والأمن العربي. نعم. وتقليم الأنياب الإيرانية
وارسال رساله للنظام الايراني ان نحن لم نسكت بعد اليوم، وسنحمي مصالحنا ونحمي امننا الوطني، وسنتخذ كل ما نحتاج له لتحقيق نعم. ذلك. إذا من أبو ظبي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي النعيمي، كل الشكر والتقدير لك.